بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، وهل لسه في تداعيات للعاصفة دانيال على مصر ولا خلاص انتهت كده؟ هو طبعا الحمد لله الأجواء استقرت بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. مر المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال على جمهورية مصر العربية بسلام في جميع مناطق الجمهورية، وتلاشى تماما اليوم المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال في جمهورية مصر العربية، وتلاشت معها فرص سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية الحمد لله. وبدأنا نتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات من بخار المية، يعني هنحس بوجود نسب رطوبة في الجو. بالإضافة كمان في طبقات الجو العليا ما زال بيأثر عليها امتداد منخفض جوي، فده هيلطف الأجواء بشكل كبير، عشان كده هنحس إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وطبعا فيها انخفاض عن الأيام الماضية. واستقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، هنحسها أعلى من كده درجة درجتين بسبب وجود نسب رطوبة في الجو، لكن بصفة عامة الأجواء فترة النهار هي أجواء صيفية مستقرة حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وأيضا محافظات شمال الصعيد. أجواء شديدة الحرارة على شمال على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار وخاصة في فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. هنلاحظ خلال هذه الأيام تحسن ملموس بشكل كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض وتكون ما بين 24 و25 صغرى على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل، فبالتالي أجواء فترة الليل أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية. هنلاحظ نسمات الهواء اللطيفة خلال فترات الليل، لأن معانا نشاط الرياح سرعته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، نشاط الرياح ده هنحس بيه أكتر في فترات المساء وساعات المغرب وطبعا في ساعات الليل، فده هيخلينا نحس بتلطيف الأجواء بشكل كبير. هل نشاط الرياح ده ممكن يأثر على أعمالنا اليومية؟ لا، نشاط الرياح تماما مش هيأثر على أي أعمال أنشطة يومية، لده هيلطف الأجواء ويخلينا نحس بنسب رطوبة أقل، غير مثير لأي رمال وأتربة في أي منطقة من مناطق الجمهورية. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هو الشبورة المائية اللي هتظهر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية هتختفي والرؤية الأفقية هتتحسن على أغلب الطرق. حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، يعني بصفة عامة نقدر نستمتع بالأجواء لأن الأجواء دي مستقرة حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل بإذن الله. بس مهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة تحديدا، والقيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية، ومهم جدا في الفترات الانتقالية والتقلبات الجوية الحادة والسريعة ان احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. اكتر الاماكن اللي ممكن نزورها بسرعة ونتنزه فيها ويبقى الجو فيها لطيف فين المحافظات؟ يمكن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورا من مطروح والعلمين والاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقالية، يعني دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، كافة المناطق المطلة على البحر المتوسط درجات الحرارة فيها منخفضة ما بين 30-31 درجة مئوية فترة النهار، فأجواءها معتدلة تماما فترة النهار وكمان فترات الليل، والملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة تماما، فنقدر نستمتع بالأجواء
في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، وايضا المناطق المطله على البحر الاحمر، بس عشان المناطق المطله على البحر الاحمر درجات الحراره فيها بتبقى مرتفعه نوعا ما عن المطله على البحر المتوسط. شرم الشيخ والغردقه فيهم انخفاض في درجات الحراره كمان عن الايام الماضيه، وبيسجلوا درجات حراره ما بين 38 37 درجه مئويه، فنقدر نستمتع، لكن فتره النهار لازم ناخد بالنا بشكل كبير من التعرض المباشر لاشعه الشمس. في الكام يوم اللي فاتوا بالتواصل مع حضرتك كل مره بنطمن على اخبار الطقس، كنت دايما بتقولي ان في الفتره دي بيحصل تقلبات حاده وسريعه في الاحوال الجويه الفتره اللي احنا فيها دي، لان هي فتره انتقاليه، فهل ممكن نتعرض لاي اجواء ثانيه مختلفه، انخفاض سريع في درجات الحراره او ارتفاع الايام اللي جايه؟ يعني احنا الحمد لله لحد منتصف الاسبوع اللي جاي، يعني لحد يوم الاحد والاثنين، درجات الحراره هتستقر ما بين 33 34 درجه مئويه، ما فيش اي تقلبات جويه. وارد ان احنا بعد يوم الاثنين نشوف ارتفاع طفيف جدا في قيم درجات الحراره، لكن ارتفاع طفيف درجه درجتين وتعود ثاني درجات الحراره كمان للمعدلات. بس اللي احنا بنقوله ان خرائط الطقس والتوزيعات الجوية بتتغير، فممكن يحصل تغير في التنبؤات الجوية بشكل سريع، فعشان كده احنا بنقول لازم نتابع النشرة الجوية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 34 24، اسكندرية 30 24، العلمين الجديدة 30 24، مطروح 29 23، ودمياط 32 25، بورسعيد 31 25، الإسماعيلية 35 26. هنروح للسويس العظمى فيها 34 والصغرى 24، العريش 32 25، كاترينا 29 15، طابة 33 25، حلايب 33 28، شلاتين 36 28، شرم الشيخ 36 28، الغردقة 37 28. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 35 24، الوادي الجديد 38 26، أسيوط 36 23، سوهاج 37 25، قنا 37 26، الأقصر 37 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 28. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لأحمد وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول كمان للدكتورة منور غانم.